سلام. لا صح كملت حاجة. حضرتك كنت نعم فرحة ولا صعبة؟ طب حاضر. شوف الاستوديو يا جدعان. طيب ماشي واحد دقيقة. انا راجل مسلم وتبع ربنا، انا خايف على بلدي، فبقول نعم عشان كده. مش خايف على بلدي مش هقول نعم. حب السيسي ان انا بدعي له وبارك له. ليه بقى؟ عشان راجل طيب، راجل محترم وعارف ربنا. ربنا يخليه لنا وبركنا فيه يا رب. بس يا عم شوف خايف صوتي كده عليه.